شركة تايجر أدونا تعليمات من الديفيشن كوماندر خايب الديفيشن يا أدونا تعليمات يعني أنا نجي في مستشفى ونجي نعمل نظافة كل نظافة العام داك المستشفى على حسب توجيهات بتاعت الحكومة وزارة الصحة للديفيشن كوماندر أنا نجينا وانتهينا بنظافة كل نظافة اللي عملناها داك المستشفى مالات كل بتاعت وساك أنا اللي مينا في مال واحد هنا أنا من أمان العربات كبار فالدكتور جاء وقال لنا أنتم لموا الوساقين وهو يتكلم مع ناس بتاع سيتي كانسل ناس بتاع سيتي كانسل بيجي بيتنين عربات كبار بين يوم الوساقة ده بعد من ده ما في أي وساقة تانى فضل في أي تجارة في المستشفى أنا اللي مينا في مال وايد أنا اسمي ندى خليل يعني أنا مرتعبة عساكر ينظف مستشفى وإحنا فرحانين شديد وهم شغالين في مطر يعني ربنا يساعدهم ويساعد الناس الورام كله جاب الفكرة في المستشفى قول جاب قول والله أنا ما عندنا أي مشكلة المواطنين دارين يشجعهم وهم يشجعونا كمان أنا جينا كقوة نو في أي شغل تاجي لو في أي كارثة في نار في فيضانات في أوساخ ذره في أي مشكلة دار مان باور دار قوة ده أصلا أنا جينا ما عندنا أي كلفية تاني أنا بدنا فدنا تعليمات بتاعة الدولة وخلاص فنان طبعا نحن نكون قربنا لانتهينا للشغل لكن نحن نبدأ من هنا ماشيين في الطريق ده حتى ما نوصل لبلو لبلو نمشي نبصر كده اللي بجيه من بجيه نرجع للمال بتاعنا حسن نقسم على عكين ده يمشي في طرف الشارع تاني وده في طرف الشارع ده وكله يكرسال لو لقيته في جنب الشارع يشيله ياخده يلمه في مال واحد وفي اكياس بتاعنا ده يخده في كيس ويخده في مال واحد وما في اكياس نلمه في مال ويخده هناك لا نوصل لبلو لم ده واضح لا جاي شاب تعال هات ما بيجاي لو في ناس بتاعك مقدر ماشي هنا كلم لو بلاقي لي جينا نمشي للنين ترى جاي ترى جاي بيجاي كيني كرفان لكاش بجين نينا نرجع كده لما بكم بجين يا يلا بجين مش كده انت بشارة ده لا لا نمشي لب كده لم ده واضح انا جاي ودي شكرا لربنا على جيب يالتو عليلي أمول لنا مستساجوبة ندفع كل ربنا ساب ديتاكم هنا ما يندي حاجة لنا بودي ليتاكم كل ربنا جيد ديتاكم ومرتاكم كلي ودي مهية كتير أسانا بكون مرتاين أنا جويسي كونغا فيليب لبكيلو لمرجاكو جانجارو كروفو لوبيا ناقا توبين أجيلي أدي مالي